السلام عليكم أصدقاء المتابعين، على بردأ مع بعض هذا الفيديو. لو أنت مهتم في مجال المعمار أو مبيض محارة فأكيد الفيديو ده هيفيدك جدا جدا جدا. وأنت مبيض محارة وعايز تدي لمسات إبداعية لشغلك، لمسات فنية على شغل الوجايه أو طبلوهات معينة في شغل معين زبون طالبها منك، او انت تقدر تعرض هذا للزبون وتقدر تستفاد منه ماديا كويس، انك ازاي تنحت وتعمل رسومات بمنتهى البساطة. يعني النهاردة هنشوف مع بعض هي الرسمة بمنتهى البساطة وازاي تعمل حتى الاسطمبة، هنوريها لك في الفيديو. هنا الاول هو زي ما انت شايف، انت بتمحر الجزء اللي انت عايزه تعمل في الشغل او اللي انت هترسم فيه. هنا عملية المحارة وبالجهاز طبعا، هو يعني بفردها دلوقتي. انت طبعا لو انت هنا في مصر يعني هتفردها بطريقة اسهل واسرع، وبالده بيزبطها كلها في بعضها، هو بيساوي المونة كلها في بعضها. لو عملية التأسيس بيأسس الجزء اللي هيشتغل عليه. هنا هو عملية اللي هي الحتت الواطية بيزودها يعني كأنك بتمحر الجنب عادي خالص. هو بدأ يشطف في عوض. زي ما احنا بنقول عندنا كده بيخشن هنا خلاص، بيبدأ برضك الحاجة دي اللي هي النواقص اللي في الجنب يزودها. بيكمل عملية التخشين بتاعته كل ده، هو لسه بس بيجهز الشغل او الاساس الاول اللي هيشتغل عليه. احنا اللي من قاعد الاسطنبة هوات بيجهزها لك، لك ازاي تعمل الاسطنبة برجله، بيعلم العلامات بتاعته، وهذا شغل بالقلم والمسطرة وبيعلم بيجهز لك هو هنا الاسطمبة. ده الشكل الرسمي اللي احنا هنطلعها، هو بيجهزها يا واد. ده الشكل، هنا بيبدأ يقص بالقطر. تمام، خلاص خلص الاسطمبة يفرخها. هنا دي واحدة جاهزة ومجهزة خلاص، هنا بيبدأ هنا وتحط الاسطمبة ويوزنها، وهنا بيعلم عليها اهوت. ادي رسم بسيطة خالص، وده بالمسطرة بيكمل. طبعا انت بتاخد لقطة في النص اللي هو العلامة اللي انت واخده في النص الاسطمبة وبتقص عليه بمنتهى البساطة. ادي اول رسم اعملها اهوت جنبها على طول شد. هادي خالص، حاجة يعني بسيطة وسهلة انك تقدر تعملها في اي وقت، وده حاجة من ضمن حاجات كتير انت تقدر بعد كده تعيش انت بدماغك انت وتعمل الصنبات اللي انت عايزها وتأبدع انت في شغلك خالص بمنتهى البساطة. الله، جمال، روعة. شوف التراسيطة خالص، مفيش لا مجهود ولا اي شيء، منتهى البساطة. يعني بنقدم لك فكرة وانت بدماغك تعيش معاها. شوف 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 بساطة في الشغل.
تخيل انت بتعمل الشغل ده على واجهة، في واجهة بيت، بتعمله في جنب داخلي كفن شكل جمالي، روعة بصراحة. وهنا الراجل بيقدم لك الفكرة بمنتهى البساطة جدا 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 جدا، يعني ايه، مش محتاجة لا تعقيد ولا اي حاجة خالص. وانت عارف انت كصنايع بقى، انت وانت عملت اول حتتين تلاتة بتلاقي نفسك انت اصلا مع نفسك متجلي كده وشغال، عملت بتأنتك في الشغل وخلاص، ايه دخلت عليها وشغال ما شاء الله. يعني هو في زمن قياس جدا هيعمل اللي انت شايفه ده كلته. احنا بقى نعمل ايه، نعمل نسرع لك الفيديو شوية عشان الوقت الفيديو ما يطولش علينا، ونكمل الفيديو مع بعض. سرعنا لكم الفيديو شوية عشان يجري بسرعة ونخلص الرسمة ونشوف هيفنش ازاي وهنا مكمل في شغله زي ما انت شايف، انتهى البساطة جدا جدا جدا. انت اول حاجة تحط الطبعة، بتحددها من الجناب، خلاص حددت الجناب، المسطرة للنص، خط في النص، وعلى الجنبين من الزاوية للزاوية، وفي النص تقوم قاسم النصين، انتهى البساطة جدا اهو كامل. هتشوف الحتة والجنب اللي هو بيعمله كامل قدامك، وتشوف الفينيش بتاعه هنا اهو. وانت في تقطيعك بقى ايدك تبقى موزونة كده، وانت بتيجي تقطع بيبقى العرنوس بتاعه شكله جميل. الطبعة بكل بساطة وزي ما انت شايف، يعني ما تعقدش الدنيا خالص، كله شغال من الاربع تجناب ولا منتهى البساطة. هي دي الفكرة، مش محتاجة تعقيد ولا شايلين هم، انت كصنايعي بايدك تعمل كل شيء. وزي ما شفنا النهارده، يعني احنا بقينا نطور في الشغل، والشغل عاد في شغل بارز وشغل رسومات، وبنقدم لك فكره وانت تطورها او تشتغل عليها. شوف بقى الجمال بقى، شوف لما الشغل، الله الله، لما الشغل بيكمل قدامك كده بتشوف يعني منظر ابداعي جميل ما شاء الله. شوف نظافة الشغل، والشغل شكله جميل وشيك واحنا ما شاء الله يعني الصناعية اللي عندنا هنا في مصر في المبيضين المحارة ما شاء الله، يعني وفي المغرب وتونس والجزائر، يعني احنا كعرب يعني ما شاء الله، يعني الصناعية بتتقن العمل. ولما بنحب بنعمل شيء بنعمله بجودة عالية ان شاء الله. وشوف بقى، شوف 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 الجمال، شوف الابداع، شوف المنظر الجميل ده. ما بالك ده لما تيجي تشطب بقى ومع الدهان يبقى عامل ازاي وانت لا ما شاء الله. علامة الجمالية لراجل بتاع دهانات محترم بقى يديك الابداع، يبدع في دهانه ويديك المنظر الجمالي. شوف شوف الجمال ما شاء الله. شوف بقى انت تعمل ده في وجاي خارجية، في جناب داخلية معينة، كشكل جمالي في شغلك. اتمنى لو الفيديو عجبك تبخلش علينا بلايك واشتراك في القناة، يساعدنا على ان شاء الله المزيد من الفيديوهات.